الست الناصحة ما بتسيبش جوزها لوحده ثانية، بس لما بتيجي الطوبة في المعطوبة ما بتفكرش، بتشوط على طول. ما تيجي نشوف الحلقة دي حصل فيها ايه. عليكم السلام، عايزين معانا؟ تفضل تفضل. يا دموزيل، ما شفتي لي انتزع دفري؟ جيبيها بسرعة شوي. نعم؟ بطيئة، انتزع دفري بدي ظبطه بسرعة شوي. لا انت سوري، انت عن جد مرتو؟ نو انت لبنانيه؟ وي جو سوي لبنانيه. صح؟ وي. تعال ممكن نسكت بقى شويه؟ طب انا ما بحكي معك. انت عايز تيجي تقعدي هنا؟ تعالي اقعدي. اكوت انه انت بتحكي معي بس انا ما بحكي معك. لا تعالي اقعدي تفضل. صح؟ عايز تقعدي؟ تعالي تفضل. اوكي بس زيحك انت شو؟ لا مش زيح، لا هو بيتبدل كمان. لا عادي، شو بكي؟ انه خليكي خليكي كول يعني اذا حد حد كول. انا شو كذا؟ ما عم باي باي شوي هيك انت. تعالي هون. لا مش عاجبني. ليش؟ انا بقى حابه اقعدي. ما الفوتوي وسخة عليه هون. طيب اللوك اخر هي اسمها ايه؟ وين رأ؟ طيب يلا روحي نحكي شوي مثلا. لو سمحتي. بقى انت بدك تروحي. معلش ممكن بس حبيبي شو مفيد في ايه عشان مضايقك؟ بعده رأى مفوزة. مش عارفه المدام لما منزلت الفيلم متوسخ وعايزه اصور. طيب معلش قطع الفيسبوك اصلا. طيب اقعدي واحنا عماله تقولي قومي اقعدي هنا وراجعي. مشغوله ما بفتح فيسبوك. هو الدكتور قدامه ايه؟ خلص انت بعتي لي بس حضرتك احنا كل اللي انت عايزاه. لا انا هي تيبه مش حلوين انا ما تقعدون. قلت لها الا ما قبلت وهي ما قبلت. يا ستي انت مالك بتيابي؟ مالك بتيابي؟ ما يعني هم مثلا على ايدين اللي انت لابسه الرحله. سندباد بعت لك مهضومه طلعت كيوت. طب شو بعت لي انت مسج على الفيس؟ هلا برجع بشوفك. ما بفتح ماسنجر لي فتره. تفضل. يلا برجع بشوفك. اوكي احنا لسه على البر، لسه بدايه الخطوبه. لا احنا خلص عدينا. احنا قضينا الويك اند يومين نظبط التظبيط ونرجع تاني. بس كده في بيروت؟ في بيروت. صح ده حر هناك برضو؟ لا الجو لذيذ اكيد. لا احنا معاكم برضو. لا انا ليه؟ طيب في دالكم في دالكم عشان بيروت بناتها رجعين قوي. هو بس ثانية ان انا اللي اروح. انا اللي جاية. هاي زيك كويس؟ تفضل. انا ريم. هاي ادهم زيك، ايه الاخبار؟ انا اصلا مش دكتورة، واحنا هنا هنعمل المفروض مقلب في مراتك. عايزين بقى نبقى مقلب سخن. فادهم اول حاجة اسمك ادهم؟ ادهم مجدي. انت بتحب المقلب ولا ايه اصلا؟ تمام. هسمي نفسي مثلا اي اسم تاني بتحبه، اي حد انت حكيت لها عن ياسمين. خلاص ماشي. يبقى انت دودو وانا ياسمين. جاسمين بقى جيسي. جيسي. وهقول لك بقى اسنانك محتاجة شوية حاجات عشان هلما يا نهار ابيض انت كده بس بقى. لا ما تقلقش ما تقلقش. دي ليه مسحت حالها؟ قلت لك مسحوا ايدك. ايه ده؟ قلت لك مسحوا ما مسحتهم؟ ما انا بكلمك. ايه ده؟ ايه يا حبيبتي؟ بتضحك؟
ليه ما مسح؟ يا الله ما مسح هون. بنجيني انا بشملي معك مرايه. قلت لك خلي بالك قبل ما تنزل. انا ما بهزرش. ده ايه ده؟ الروش تبع الظابط؟ فيش. ده كيف بعد اذنك؟ ايه ده؟ هو ايه ده؟ ايه ده؟ يعني انا عايزه افهم في ايه؟ يا هو كان في ايه؟ لا استنى الدكتور مين؟ دكتور مين؟ استنى بس تعالي لي كده تعالي عايزه بس اقول لك لحظه شو بدي ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه ده؟ مش هشوف دكاتره في ايه انا؟ مش هشوف دكاتره ايه ده؟ احنا ولا ايه؟ هو ايه ده؟ اوعى ايه اللي حصل؟ وبعد كده اوعى لحظه مش منظرك اوعى بقولك اوعى يا ادهم روقي روقي انت مين انت اصلا؟ انت مين؟ انت عارفه اه انت الدكتوره اللي هنا؟ انا الدكتوره. انت الدكتوره اللي مات ده ان شاء الله. ادي طب اتفضلي يا فندم معانا جوه بس اهدي اهدي اتفضلي نحل المشكله مش هينفع قدام الزباين. انا عايز اعرف ايه المنظر ده. ماشي جوه جوه. طيب جوه جوه بس بعد اذنك جوه مش هينفع نتكلم هنا. جوه 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 نتكلم جوه نتكلم جوه نتكلم جوه بعد اذنك. ولا شيء ولا شيء. شفت في الحاله دي يعني ايه ده معقوله كده ايه اللي بيحصل بس يعني شيء اتفضلي طب تعالي عشان لونج ريحي كده ريحي ريلاكس اتفضل اقعد اتفضل اقعد اقعدي اقعدي خير في ايه بس ايه اللي حصل ايه دودي بس انا ما اعرفش انك متجوز لا منال مراتي الدكتوره جاسمين ايوه انا عرفته قبل كده احنا عرفنا بعض على الفيس كنت عملت لك شفتك وعملت لك اد وعلى الفيلم على الانستغرام طب وايه اللي حصل هي عملت ايه؟ هو ايه اللي حصل بس؟ بني ادم اللي بره دي بني ادم اصلا شكلها جاي من معرفش منين ايه اللي حصل بس احكي لي ايه اللي حصل؟ اصلا انا عايز اعرف انت كنت معاك لا على فكره كل ده غلط على البشره ده انا انت جايه لدكتور التجميل لازم تريحي كده وتبقي ريلاكس ايه اللي حصل بس احكي لي اتفضلي ارتحيني طب ارتحي لا مش اسم الدكتور التجميل ايوه ما انا عارفه مش صغيره طب انت مالك بس انت مالك مخدوده كده ليه ارتاحي طب ارتاحي ارتاحي ريحي جسمك ريحي طيب ريحي طيب هعمل لك دلوقتي شويه حاجات في وشك هعمل لك مساج لوشك طب اقعدي واعملك بخار هريحك تريلاكسي بعدين تحكي لي انا مش عارفه انت هو انت انا اصلا ما اعرفش انك متجوز انت انت بقالك كتير اصلا ما فتحتيش الفيس اوكي طب ريحي طيب ريحي مش عايزه اريح انا مش رايحه طب بصي طب انت مش جايه عشان تعملي حاجات في وشك ونشوف لك الحاجات اللي في وشك دي كده لا تاني خالص طب بصي انا عندي هنا بخار بصي هنا اقعدي ارتاحي انا هقعد جنبك هعمل لك ريلاكس لا ما ينفعش اتفضل لو سمحت انت اصلا انا مش فاهماك اتفضلي ريحي ريحي انا مش هريح ما اعرف البني ادمه دي ايه يعني ده مش ده هو بيعرف دايما الناس من على الفيسبوك فممكن اه بيعرف الناس من على هو انت تعرفه انت تعرف البنت اللي بره برضو ده على اساس ان انت معروفه من الفيسبوك ودي من الفيسبوك ودي ايه بقى عارفه اه من الفيسبوك كانت الدكتور وكتبها اللي بره دي تعرفها من لا دي كانت حفلة في الزمالك تبع الشغل معاها. طب ريلاكس طب انا عايزه اشوف شغلي يا جماعه. طب ايه انت حل مشاكلك انا مش هشوف شغلها طيب؟ لا مش معقوله يعني طب خليني حتى اشوف وشي محتاج شويه حاجات انا مش عايزه على فكره العصبيه دي هي اللي مبوظه لك وشك. لا انا عايزه امشي بجد والله يعني بيلبق لك كده لو انت روقتي على هنا وعملتي كالر وشيت مساج وبخار. يعني طب انا عايزه اشوف شغلي معاكي حتى خلينا نتعرف على بعض طب قولي بس الاول ايه المنظر طب ريحي وانتي بتستعوري ايه يا شغاله هتشوف شغلك انا ده. مش عايزه اعمل حاجه يلا بس اسيحي يلا يلا اتفضلي اتفضلي رنا نعم يا فندم استني بس استهدي بالله كل حاجه بتتحرق بس انت شكلك يعني نعم يا دكتور مش عارفه شغليني حاجات جاهزه صراحه
ريحي ريحي، عايزه جوانتي. لا شغلي لي بخار بس، عايزه جوانتي بس. اجيب لك كيس تنظيف جوانتي. اه جوانتي وجهاز التنظيف. بس انا لا انا مش هقعد طالما بصي هو طالما اتجوزك مش عايزه حتى انا حاجه مش اسمعي لا انا عايزه لا انت برتاحي هو طالما بصي بيبي بيجي وحياه ربنا. لا كمان ايه في بيبي هيد بقى لا طب طب خلاص طب انا لا خلاص دي بتاعتي بس دي طب عشان خاطري. طب بصي جربيني طبعا هتلاقي وشك اختلف واعصابك هترتاح البخار هيغير بجد صدقيني. بصي ترتاحوا بس دلوقتي في البيت كده تقعدوا تتكلموا مع بعض محتاجين تصفوا حسابات كتير واضح يعني الموضوع صعب. خلي البخار بس يا حبيبتي لو سمحتي. انا عايزه اعمل لك سكراب. مش عايزه سكراب والبخار ركزي بس معايا. انا عايزه عشان خاطري اخليكي بصي انا هخليه ما يعرفش يبص عليكي بره زي اللبنانيين بالظبط. بصي مش عارفه ايه عشان ما يبصش عليا بره يا ولدي. انا معرفش انت زي القمر بس هو اللي عنده بقى مشكله. لا والنبي ما تبصلناش كده الله يخليك. ثانيه واحده يلا ثانيه واحده ثانيه واحده تعالي تعالي. اي بني ادم مش بره مش بره. يا مدام يا مدام يا مدام خشي بره بقول لك. انا سكتت لك انا بقول تعيب بس انا ما دام انا كنت مسكت انا ما اصبر
مش بتاع سبع حاجه بس يا ادهم يلا يا ادهم يلا يلا طب انا هشوف انا هعمل وشي بدل ما انت مش عايزه اي حاجه ماشي دي هتعمل اي حاجه دي مش عايزه طب خلاص 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 هو خايف طب اقعدي بقى اديني 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 قعدت انا مش عايزه اقعد انا عايزه امشي ايه ان شاء الله طب تعالي اقعدي انت هنا وانت سبع البرومبا هنا يعني ولا ايه مش فاهمه ده مودي ده مودي عجبتني موديل بس يعني. اللبنانيه تكسب المصريه فانا والله صراحه يلا موديل انا هقعد هنا اهو حاجه مش فاهم حاجه لا 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 واستني معلش يا دكتور بس استني بس انا بحبش كده طب اقعد انت هنا اقعد انت هنا اقعد انت هنا اتفضلي يا دكتور تعملي لك شيء هون انت هتعملي ايه بقى هنعمل مثلا يلا يا ادم بقى خلينا مفيش ولاد اصبري لا لا في ولاد طبعا ما فيش ولاد يلا دقيقه واحده دقيقه واحده ثلاثه ليه بدات فين خليك بقى قاعده بس مش بريك فزه وشغليها تسلي بس خلاص عارفه انت ايوه لا 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 انت بتعملي ده انت بجد مش طبيعيه انت فاضيه من كده عشان رهيبه يا يا حبيبتي استني يا ماما مش كده اهدي يا ماما هو ده اللي عامل كده في ايدك كتير بس بابا مش بيجعد خليكي على وشك خليكي حتى لا ما غلطتيش والله العظيم عشان كده بس شو اللي بتش شو اللي بتش اه طلع البلاكستيشن بيكي انت معلش ايه في رجلك بقى ولا عكس بقى مش هيك هتموتي لا ماما بتعملي مساج ومش شو اتفضلي يا دكتور مش انا غير امي برا ماما يا ماما بتعرف ان انت كده جسمي كان زمان انا ماما برا بقى يعني شو خسي ماما قول اخرجي انت طيب خلاص والقران هطلع لا ده ايه ده لا في ده مراد الجوز الذكر يعني مش كده مش معقول ذكر يا ناقصه طلقه لا 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 بسم الله طلقه اسمع يا ماما يا سيدي مش طبيعي اه اه انت ايه اللي عملت لي يا بنت يا ظريفه ما هو ده اللي فيك هو ده اللي بيجي لو انت هو باي انت رجال نو اه انا رجال ايوه والله ده انت باين هي هي الست المناطق بتدافع عن جوزها حبيبي كيف متجوزه حبيبي ولا هي ده مجنونه ايش الدراسه ايش فوق ال 10 سنين انا ستريك وصلنا عشان انت تروحي البيت تروحي على باباك عشان تطلعي على فكره اقول لك حاجه ينفع كده طب هي دي حاجات دي رخيصه يعني رمضان كريم قولي لهم حاجه طب ما تبصليش انا ماليش دعوه هو مش حاجه بس مخرج هو مش حاجه ملوش علاقه خالص موافقه نزيه سيعه نسيه انا موافقه سيعه